شباب فلسطين معكم طال كيلر. اليوم جيب لكم فيديو جديد. الفيديو هذا عبارة عن مفاجأة لأنس. يا أخي قسم بالله إنكم شيء مرة مجنون. في خلال 5 ساعات وصلنا 81,000 مشاهدة و 9,286 لايك. وشوفوا الكومنتات، بس شوفوا الكومنتات الخرافية. مجرد ما كتبت الكومنت هذا 163 لايك، وهنا كاتبين تعزيز ما هو بصاحي. شوف 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 بالله، شوف بالله، شوف كفو 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 واصل. نعجبك مش مدري ايش يقول الصراحه، بس واصل يا شنف، احبك واصل. والله شيء مره مره بطل. هنا كفو افضل يوتيوبر، تكفى نزل كثير الذيب. كفو واصل يا ابو كيلر اللي اخترع في الدقيقه 3 فاصل ايش يقول. استمر رب الكعبه فنان. يعني والله العظيم كومنتات مره مره مجنونه. يعطيكم الف الف عافيه، والله العظيم تسعدون الواحد. مثل ما وعدت انس اني اذا وصل ان شاء الله المقطع 15,000 لايك راح اشتري شريط مصارعه، فقلت انه راح انزلها بالسناب. فكرت فيها قلت شو بنزلها في اليوتيوب عشان الناس كلهم يشوفونها اللي مضيفيني في السناب، مع انه المفروض تضيفني في السناب، هذا السناب حقي، المفروض انك تضيفني، وهذا انستغرامي وهذا تويتر حقي، فضفني هناك وابغاك تسولف معي. ترى ارد عليك بتويتر، تويتر ارد عليك، السناب تبغى تسولف معي عادي، تشوف سناباتي تشوف زي كذا، انستغرام برضو لايكات وحركات الانستغرام، فضفني هناك. فالمهم ما علينا. فقلت سوي لهم مفاجأة، ايش ما اربط عيون انس واحمسه كذا في ما ابغى احرق عليكم، ابغاكم تشوفوا المقطع هذا وابغى اشوف كم يوصل لايك. اللي يحبون انس ويحبون طلال كم تقدرون توصلوا المقطع هذا لايك؟ كم؟ وصلنا صح 20، ممكن نوصل اكثر، ليش ما نوصل؟ فخليكم مع المقطع، اتمنى انه يعجبكم، ونبغى لايك ونشر في الواتساب، تويتر، انستغرام، كل مكان ابغى النشر، وتحط لي تاقات والاشياء هذه، والتويتر حط لي منشن عاد، والواتساب عند اخوياك، انشب لامه، يلا خليكم مع المقطع. هلا 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 ابو 19 لايك. هلا هلا والله، كيفك؟ اركب اركب. للاسف انس انت تحسبك اصلا رايح تشتري شريط، لكن للاسف بنروح مكان ثاني. وين؟ يعني بنروح مكان، ما عليك، ان سوي اللي عليك تسويه انك تمسك الشيء هذا. تفضل فتربط عينك للحين. اي مكان ثاني هو تحدي، بعدين ان شاء الله ممكن شريط، والله ما ادري، ترى احتمال احتمال لا، بس يعني اربط اربط وصل خير ان شاء الله. اربط. ها انس متحمس؟ ان شاء الله هذا المقطع بيكون زي التحدي كذا باذن الله، بحكم ان المقطع ذاك جاب نجاح لايكات مجنونه. والله ما شاء الله ما شاء الله انس، واضح انهم يحبونك، فاللايكات جات مجنونه مره، فقلت نزل معك تحدي واحد ثاني. فيلا خلونا نروح نسوي التحدي الحين. اذن نصلي بعدين نسوي التحدي يلا. وبعد ما خلصنا شو اسمه الصلاه الحين رايحين المكان المقطع ان شاء الله، بس التحدي الاول اللي هو انس يقفل عينه لين نوصل المكان. ف اذا فك الشيء هذا فيخسر التحدي، فان شاء الله ان شاء الله انه ما ادري ما ادري كيف بيسوي عقاب اذا خسر التحدي، فهمتم؟ فان شاء الله انه ما يخسر. فما عليكم ما عليكم ان شاء الله. انس قدها وقدود، ما انا اعرف انس، انس قدها ما يخسر. ذيب انس، انس ذيب. وصلنا المكان اللي راح نسوي فيه التحدي ان شاء الله، فالحين راح اجي وانزلك. اوكي خليك يلا انزل. هلا والله. مالك مالك ايش 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 عليك عليك. هذا انس الحين تشوفون ما يشوف، راح نسوي التحدي ان شاء الله بيضبطه. وقف خلاص، وقف وقف وقف. يلا امشي، اطلع فوق اطلع فوق، اطلع رجولك، اطلع فوق بعد. السلام عليكم نايف. زي التصوير هذا عادي ابد. امشي يلا امشي امشي، روح امشي 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 سيده. كيفك؟ تمام؟ شوف هذا وعدته. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. هذا هذا شوف قدامك. ايوه صبر اصبر تعيونك. Without you I feel broke like I'm half of a hole. Without you I've got no hand to hold. Without you I feel torn. وصل بمقطع 19,000 لايك. الناس كلهم قالوا جبله. فرحان. خلاص يلا خلينا نشتري. مبروك على انس. مبروك. استانس ابغى يرجع يلعب على طول. يعطيك العافية ما قصرت. يا هلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مبروك. كله عشان 19,000 ترى. يلا امشي. وها ها اللي عنده شريط، ورهم 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 بسرعه يلا. بدا يتكبر انس عليكم يا عيال.
الله 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 مصارعة وحركات. ميزة النفيذة الشخصية. ميزة النفيذة الشخصية ما أدري وش هي بس ميزة. قبل بريد أتوقع اسمه. الله أكبر يعني مصارعات. شوف أنس. أوكي جبت لك شريط لكن راح أجيب لك شيء ثاني. راح أكلك بعد. راح تأكل شاورما. إن شاء الله تعجبك. إيش أحلى من اليوم هذا الصراحة كويس صح؟ أحلى يوم يمكن مر عليك. شوف الشاورما يا أنس كيف تشحي. أمشي مش خير راح أجيب لك وجهي ها. يلا راح اجيب لك يا ابو مصارعه. يا شباب وصل لايكات عشان زي ما فرحنا طلال يفرحوا باللايكات زي ما فرحنا بالهديه هذه يفرحوا باللايكات يا شباب تكفون تكفون فرحوا باللايكات يمكن وصل 20 الف لايك 30 الف لايك هذا المقطع صار 19 هذا المقطع صار 30 ما ادري والله ما اتذكر مره شفت انا 32 ايوه يا بحط طلال الصوره هنا وهنا المقطع بس لا مو بس هذا كنت بقوله بس خلاص سلام وبس هل كان عندنا اتمنى ان المقطع عجبكم وشوف الشاورما انا شاورما مره مقطع اخر بس يلا جبت الشاورما ما انا دا سوري جبت الشاورما الشاورما والمصارعه ما ادري ايش ابغى بعد يعني الخال هذا مدلع تدلع ما هو بصاحي فكان معكم طارق كيلر وانس كيلر مع السلامه لا تنسوا تضغط زر لايك وتشتركوا بالقناه المقطع هذا نبغى لايكات مجنونه اوكي نبغى لايكات مجنونه مره ومع السلامه